أعزائي الطلبة الصف الثاني، هيا لنذهب معا في رحلة سريعة في خلال الأسبوع الرابع من وحدتنا أين نحن في الزمان والمكان. ماذا سنتعلم في هذا الأسبوع؟ وماذا سنفعل؟ هناك العديد من الأشياء المحفزة التي سنقوم بها. أولاً، سنقوم بمهمة بحثية جميلة جداً. سنقوم بتصاميم عدة لنجيب على سؤال بحثي: ما الفرق بين الماضي والحاضر في تاريخ عائلاتنا؟ سنقوم بعمل هذه المهمة ونتدرب سوياً على المهمة البحثية ومهارات البحث المتعددة، وسنبحث في العديد من المصادر: القصص والكتب والصور والمواقع الإلكترونية المختلفة. ثم ستقوم أنت وزملائك بتصميم خاص بكم لتذكر به أسماء أفراد العائلة ووظائف كل منهم. ثم ستصف عائلتك بكلمة أو اثنتين أو جملة قصيرة. ثم ستحدث جدك أو جدتك عن عادات الزواج قديما وكيفية التحضير للأعراس. ثم سنذهب لقاعدة سريعة: التاء المربوطة والمبسوطة، وسنقوم بالتمييز بينهما ونحل سويا ورقة عمل لنقيم ذواتنا بماذا فعلنا وماذا سنفعل. أما حصة التعبير الكتابي فهي حصة جميلة جدا، سنتعلم بها كيف نكتب ولماذا نكتب. هي حصة تعلمنا أن نصقل مهاراتنا كثيراً، أن نعبر عن صورة أو موقف أو نصف حادثة معينة. سنتعلم هنا مهارة الوصف وكيف لنا أن نستخدم الكلمات المناسبة لنصف أشياء معينة. وهنا أذكركم بأن لدينا إجازة قصيرة وجميلة في بحر هذا الأسبوع، وأتمنى لكم أسبوعاً شيقاً أعزائي الصغار.